هذا ثواب المحسن أن الله تعالى يحبه. والله إن محبة الله لتشترى بالدنيا كلها. يعني من الذي ينال محبة الله؟ مرتبة عالية عظيمة أن الله سبحانه وتعالى يحبك، وهي أعلى من أن تحب الله. كون الله يحبك أعلى من أن تحبه أنت. ولهذا قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ولم يقل فاتبعوني تصدقوا في محبتكم الله، مع أن الحال تقتضي هكذا. هم يقول نحن نحب الله، قال إن كنتم صادقين نعم فاتبعوني تحبون الله، أو قال يحببكم الله، قال يحببكم الله. ولهذا قال بعض العلماء: الشأن كل الشأن في أن الله يحبك، لا أنك تحب الله. كل يدعي محبة الله، لكن الشأن الذي في السماء عز وجل هل يحبك أم لا. إذا أحبك الله عز وجل أحبتك الملائكة في السماء، ثم يوضع لك القبول في الأرض، فيحبك أهل الأرض ويقبلونك، يقبلون ما جاء بك ما جاء منك. وهذه من عاجل بشرى المؤمن. طيب،